بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم بالجلسة الثالثة رح نستمر بموضوع تحويل من 2D ل 3D. طبعا الجلسة الماضية اخذنا نحن امرين مهمات كثير واخذنا الثلاثة بالواقع. شفنا حالة الرفع، تمام، كان فيها اكسترود وبيفل، وشفنا الحالة الثانية اللي هي الدوران اللي هي امر الليث، وشفنا الحالة الثالثة اللي هي السويب، تمام. فنحن شفنا هذول الثلاثة اوامر، فعندنا حالة رابعة هي الاساس، بس ما بظن اليوم رح ندخلها. بالبداية بس معلش، في عنا قبل ما نكمل الأمور هاي، احنا شفنا عنا create geometry وشفنا create shapes، هذول طلعنا عليهم. شفنا بالcreate geometry انه عنا اول مجموعة شيء اسمه standard primitives، مجسمات اساسية، وشفنا مجموعة تانية اسمها شو بالضبط، extended primitives، وفهمنا انه هاي مطورة عن الاولى. يعني هون كان عنا بوكس، هون رح يصير عنا chamfer بوكس، فهاي الامور بظن واضحه صارت. اليوم بدنا ندخل على الحاله الثالثه اللي هي شيء عنوانه اسمه compound objects. هلا المجموعه هاي من عنوانها عنا شيء اسمه compound. شو يعني compound؟ compound يعني مجموعه امور مركبه، تركيب مع بعض. فاول ما بنلاحظ انه انا لما اكون واقف على extended كل زرار فعالي عندي، هي عباره عن اوامر رسم، بينما compound objects شوف اغلبها شو ما انه فعال. طبعا السبب انه هي ما هي اوامر رسم، من اسمها هي كومباوند، اوامر تركيب. يعني مثلا انا اذا بيكون عندي مجسمين، خلونا ناخذ بوكس مع بوكس ثاني، تمام، وبدي اطرحهم من بعض، فهي المسؤول عنه مين؟ الكومباوند اوبجكتس. فممكن انا ادخل هون على الكومباوند، لاحظوا انه معظم الاوامر صارت فعاله عندي. اذا فصلت التحديد فرح ناخذ نحن بوكس. هلا في عنا مجموعة اوامر هني استعمالهم نوعا ما قليل، رح يلزمنا منهم بس ثلاث اوامر، رح نمر على البوليان والبرو بوليان، وعنا امر ثاني اسمه برو كتر، ويمكن بالتطبيقات اذا لحقنا ندخل على شيء اسمه لوفت. بس اللي بهمنا هلا مثلا انه عنا امر اسمه بوليان اللي هو امر الطرح. اذا اول ما بنختار الامر هذا عم يعطينا البارامترز على اليمين، بس على اليسار عندي شو بيك اوبريانت بي، يعني انا عندي مجسم A ومجسم B وهو رح يطرحها من بعض. فكبست على البيك ونقرت على البوكس الثاني، شو صار عنا؟ طرحها من بعض. فمثل ما حكينا هاي العملية كلها ضمن إطار الكومباوند أوبجيكتس، وممكن نطورها أكثر، يكون يعني مجسمات معقدة أكثر من هيك. طبعا بارامترات الكومباوند أوبجيكتس عنا هون شيء اسمه سبتراكشن، A من B أو بالعكس B من A، ممكن A حسب التحديد اللي انا محدده. وممكن في عنا حاله مثلا اسمها الانترسكشن، انه ينقي لي بس شو العنصر المتقاطع بيناتهم، او نسميها يونيون، انه يوحد لي اياهم. فهم اثنيناتهم اذا بتلاحظوا صاروا كانهم جسم واحد. هي يعني نقطه مهمه وحاله ثانيه استعمالها قليل. هلا فرضا اذا انا بعد ما عملت البوليان بدي اعدل على بارامترات واحد منهم، فهون حاطط لي صفحه ونافذ عنوانها appearance، ما هيك؟ نحن رح ناخذ بوكس مثلا 02، فصار عندي وين موجود؟ ضمن اوامر التعديل، بدخل عليه وبزيد الطول والعرض مثلا. فاذا بدنا نعدل بعد ما نحن مطبقين البوليان، هاي حاله من حالات الكومباوند اوبجيكتس. مثل ما قلت لكم استعمالها ما كثير اساسي، يعني مثلا بالمستقبل نحن لما بدنا نعمل غرفه او شيء ما رح نحن نلجا لعمليه الطرح حتى نفرغ شباك، في عنا اساليب ثانيه عمليه اكثر. بالاوتوكاد 3 دي كان موضوع الطرح بتخيل اساسي انه كله بطرح، هون بالعكس عنا حالات الطرح رح نلجا لها بس بالنوافذ المعقده، يعني مثلا عندي اقواس بدنا نفرغهم فبنطرحهم طرح، مثل ما رح نشوف هلا بالتمرين اللي بين ايدينا. فهي بس اول ملاحظه كانت عن الكومباوند اوبجيكتس. هلا الشيء الثاني اللي بدكم بس تركزوا معي فيه هو الاري بال 3 دي ماكس. طبعا احنا بنعرف انه كان عندنا شيء اسمه شيفت وسحب، اذا قلنا له كوبي مثلا اربع نسخ، فشو عمل لي هون؟ عمل لي اري هاي على صف، على محور واحد بنسميها. طبعا اذا اخذتهم وسحبتهم على محور ثاني، خلونا نقول له اربع نسخ، شو صار عندي هون؟ كمان الري بس هون صارت على محورين، ماشي؟ مثل الري بالاوتوكاد ريكتانجولار اري. طيب اذا عقدنا الموضوع اكثر، اخذتهم هذول وسحبتهم على محور زد، شو صار عندي هون؟ صار عندي الري على ثلاث محاور، اوكي؟ فهي هي يعني بشكل عام مفهوم نظري. بالواقع بالماكس عطيني امكانيه كثير حلوه للري،
اذا احنا اخذنا بوكس نحطه هون بالزاوية، فممكن احنا ناخذ هذا البوكس. اذا انتقلنا على امر الاري بالماكس ناخذه من تولز، في عنا هون شيء اسمه الاري. طبعا قبل ما نختاره نلاحظ انه عنا نافذه كل ارقام. هلا رح نفهم شوي شوي نعرف شو هني، بس معلش ننتقل، خلونا نفهم شغله بالنسبه للاري. احنا بالاوتوكاد كان عنا مثل ما حكينا، اذا انا عندي ريكتانجل فكان الامكانيه اكبر امكانيه ممكن اعملها اني انا انسخ على الاكس تمام وعلى الواي، فهي مسميه ريكتانجولار اري انه صفوف واعمده. الموضوع بسيط كثير. هلا بالماكس الموضوع تطور اكثر من هيك كثير. اول شغله صارت الاري عندي بالماكس 3 دي، فشو صار عندي؟ مثل ما شفنا هلا بقدر اعمل اكس وواي وعلى الزد كمان، والاهم من هيك انه صار عندي اري، هاي بنسميها اري كوبي للنسخ، يعني هو بس مجرد نسخ. هلا بالماكس ما عاد موضوع بس كوبي او موف مثل ما بسميها الماكس، صار عندي اري على شيء اسمه موف وعلى الروتيت وعلى السكيل كمان. طيب شو يعني هالحكي هذا؟ اذا انا عندي مثلا ريكتانجل تمام وبدي انسخ الريكتانجل هذا، خلونا نقول خمس مرات، بدنا نكرره خمس مرات، فبالاوتوكاد ممكن اخذ هذا نسخ 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 عادي. بالماكس بيعطينا امكانيه اني فوق النسخ شو اعمل؟ غير السكيل تبعه، اقول له مثلا خلي لي اللي بعده يصغر عن اللي قبله مثلا 10%، واللي بعده اصغر، واللي بعده اصغر، تمام؟ هلا هاي الامكانيه ما كانت موجوده طبعا معنا بالاوتوكاد، بالماكس انضافت معي. هاي بنسميها اري على السكيل، كل بوكس عم يصغر عن اللي قبله بنسبه معينه. في عنا اري ثاني كمان حلوه اللي هي على الروتيت. انا اذا عندي هون بوكس خلونا نقول او ريكتانجل او اي مجسم، ممكن اقول له خلي لي اللي بعده يفتل عنه مثلا 10 درجات، واللي بعده 10 درجات، واللي بعده 10 درجات، تمام؟ فهو عم ينسخ شو عم يفتل معي؟ بقيمه معينه، هاي بتتحدد معنا بالروتيت. هاي نقطة كثير مهمة، فهون صار عندي الري على السكيل معناتها والري على الروتيت، لذلك نحن شايفين هالنافذة المعقدة هاي الموجودة معنا. شايفينها هون؟ طيب خلينا نحكي كلام عملي أكثر. نحن إذا عملنا لمحة عامة عنا بنلاحظ إنه هي مقسومة لنصين، في عنا شيء اسمه أول شيء شو العنوان؟ الري ترانسفورميشنز اللي هي القيم. يعني مثل ما شايفين عندنا محاور ومقسمة عندي لسطور وعمودة، هلا بنمر عليهم، وتحت عندنا شو العنوان المربع الثاني؟ الري الري شو؟ دايمنشنز اللي هي الأبعاد، وليك هون 1D و2D و3D. هلا الأري ترانسفورميشنز بنلاحظ إنه مقسمة عندي لسطور، أول شيء سطور مقسمة حسب شو؟ موف والروتيت والسكيل اللي شفناهم هلا بالرسم، والاعمده مقسمه عندي حسب شو؟ المحاور تمام. هلا وبعد الري دايمنشن مقسمه عندي للعشرة. خلونا نعمل شيء مجرب اكثر، شو عمل اكثر، رح اقول له هون على اليمين شيء اسمه بريفيو، عم يرجيني معاينه. هلا بالواقع انا ما حسيت انه صار شيء، بس بالواقع صار. اللي صار عندي انه اعطيه على ال 1 دي الكاونت، يعني عدد النسخ اللي عندي اياها شقد محطوط عندي 10، فهو هلا هون عمل 10 نسخ، بس شو طالعين معي؟ بالضبط فوق بعضهم، فما مبينين عندي، السبب انه هون كله صفر. طب رح اقول له انا اول شيء اعمل لي هون موف تمام، رح اسحبهم على الاكس، شوف النتيجه اللي صارت معنا، فهو سحب لي هون على الاكس مكررين معي ل 10. طبعا ما قلت لكم فوق مقسمين عندي لنصين، عندنا شيء اسمه انكريمنتال اللي هي اليساري، وعندنا اليمين شيء اسمه توتال. السبب انه عندي انا حالتين لحتى او خيارين لحتى انا ادخل القيمه. انا ممكن اقول له للماكس كرر لي خمس نسخ، المسافه بين اول وحده واخر وحده 100 تمام، او شو ممكن اقول له كرر لي خمس نسخ مثلا، المسافه بين كل وحده وحده 20. هلا النتيجه وحده بيناتهم، بس انا عم ادخل يا اما قيمه كليه يا اما قيمه جزئيه. الزوايا نفس الحكي، انا ممكن اقول له كرر لي 20 على 360 درجه دوران، يا ممكن اقول له كرر لي مثلا خمسة بين كل وحدة ووحدة مثلا 10 درجات. فهي الفرق بين القيمة اليسار واليمين، كيف بنقل بيناتهم؟ عندي هالسهم هي الموف على اليسار والموف على اليمين، صار اليمين فعال واليسار، فالاساس هون صرت عم دخل انا عن طريق التوتال. فبنرجع لشغلنا هون، اخذنا نحن موف، هي انا عامل الري هاي على كم بعد؟ واحد بس على الوان دي، رح اقللهم شوي مشان ما تقل على الجهاز. هلا اخذت انا بعد الاكس، خلونا نجرب البعدين. اذا انا فعلت هون ال 2D تمام، طبعا ما يعني انه ال 1D ما عاد له دور،
انا عم حدد هون اول بعد شو بدي عليه وتحت بحدد عليه شو بدي الثاني. طب بالواقع ما صار شيء، لازم اسحبهم كمان على نفس المحور، بس ما بسحبهم هون، هاي عم بحكي كله على ال1 دي، بنتقل هون على الواي بنسحب على الطرف الثاني. تمام، هي عملت على ال2 دي. بدنا نطور الموضوع اكثر، بدخل على 3 دي بقول له اعمل لي 3 وشو بنسحب هلا على الزد بالضبط. نرفع الزد، فانا صار عندي اري على 3 دي، وهون كله انا عم بتعمل ضمن اطار الموف، ضمن اطار النسخ. اوكي؟ هاي اول حالة. طبعا بلاحظ هون عندي type of object بدي نسخ يا ترى يكون instance ولا copy. وبتذكركم انه دائما instance اخف من الكوبي بكثير على الجهاز، يعني هدول مثلا ماكس ما شايفهم عدد بوكسات، هدول بيحسبهم واحد واضافات صغيرة على كل بوكس، بينما الكوبي لا، كذاكرة كل بوكس رح يستهلك منهم كأنه مجسم جديد. هاي كانت الري على الموف. طيب خلونا نطور الموضوع اكثر، رح ارجع على ال 1 دي وزيد العدد هون لستي. اوكي، رح نجرب الري على الروتيت. اذا دخلنا هون على الروتيت رح اقول له حوالي الزد فتله اياه هون 20 درجه، فشوفوا اول بوكس 20 20 20. طب هلا شلون فتل معنا؟ يمكن زفر القيمه شوي هيك اوضح. وشو ممكن اقول له كمان غير الروتيت؟ ممكن اقول له اعمل اياها على سكيل، فهون بس بسكيل ممكن اقول له طول لي اياها مثلا 120%. تبعت شو صار معنا؟ كل بوكس عم يكبر عن اللي قبله بهال النسبه هاي. ممكن اقول له على العرض مثلا، عرض لي اياه. على فكره كثير بيعطي امكانيات حلوه، مثل ما شايفين كمجسمات، كشو بسمون الريتم يعني اللي ماشيين فيه، كثير بيطلع بيعطي فيه مجسمات حلوه. فهي الري سكيل. في شيء؟ ايه هلا نحن عادة قصدك انه يكون على اللوكال يعني المحاور؟ هلا ايه كلامك مزبوط، بس ما بعرف، بظن بقلب الري ما بمشي حال. هلا نشوف هون، في عنا شغله هون بالسكيل، مشان انا اذا بدي كبره كله وصغره كله عاملين لي كبسه اسمها يونيفورم، فبصير عم اتحكم بقيمه وحده. فهمت شو الفكره؟ انا مشان ما ادخل اكس والواي والزد كلهم، فهم كله عم يكبر سوا ويصغر كل البوكسات سوا. هو الاس اس كيو حطمنا الاكس وسمناه زد. اذا؟ نفس الثاني بيطلع؟ وين قصدك هون؟ لا خلص هلا ما ادفع على تطور. ليش يعني هلا ينفر مشان عم بكبر كله سوا وصغره كله سوا، اذا بدي الغيهم لا شوهوا معلش غير نسب بس طولوا تطوير. عرفت شو الفكره؟ مشان اعمل سكيل على كله، بس مشان هيك عملوا لنا كبسه اليونيفورم. فهاي هي الاري، موضوع كثير بسيط. في شيء تفضلي؟ هلا قلنا هون طبقناه على الهندي، اذا بدنا نطبقه على ال2 دي يعني معمول كيلو سكيل او روتيت كله. ايه هي ال2 دي هي طبقها، ال3 دي بدها تصير معقده بس رح نضيفها. انا فهمت شو بدك، بس خليني بعد لقطه شوي. زيت تولز اري رح اعطيه هون بريفيو، هي على 3D. وممكن انا شو نشوي الموضوع اكثر، نعقده اكثر. يعني شايف النتائج اللي عم تطلع معنا، فكتير بصير الموضوع معقد، بس ممكن انا اتحكم على الكل، على كل الابعاد. هلا لهيك درجة يعني ما بتخيل انا شو ممكن اطبق بهيك شيء يعني، بس على ال1D وال2D كثير استعمالها كثير. في عنا شيء ثاني كمان، انه انا اذا بدي اعمل بولر اري لزوايا مانا مشهوره او زوايا مانا صحيحه عفوا، فممكن انا اخذ هاي. احنا بنعرف من قبل كنا نعمل شيفت روتيت مثلا على 30 على كذا، بس اذا انا عندي زاوية مانا مثل ما قلت لكم مانا صحيحه، فرح نلجا تولز اري. انا مغير بالقيم، رح اعطيه ريست اول، رجع لي اياهم صفار، رح اعطيهم بريفيو. عندي 10 نسخ مثلا على ال 1 دي وبفتل حوالي الزد. اذا بدي افتح 360 درجه بروح على التوتال وبعطيه شو؟ 360. خلص فتل لي 10 نسخ، طب انا ما بدي 10 بدي 9 مثلا، ففتل لي هون على 360، بدي رقم 7 مثلا. يعني 7 شوف الفرق بين الزوايا، عم يعطيني 51 فاصل كذا، هذا مستحيل يتدخل كرقم عادي يعني. فهيك انا اذا بدي استعمل مثل ما حكينا البولر اري لهيك شيء. هي معناتها بس فكره الادخال بالتوتال كيف نحن طبقناها بالبولر اري. نعمل عليها
فكرة سريعة بس انه شو ممكن احنا نطبق منها. حعمل انا اخذ سلندر تمام نزيد سايد خفف الهايت سيجمنت وبدي كاب سيجمنت شو راح اعطيها اف اف دي بوكس راح اخذ 4 ب 4 كنترول بوينتس راح اخذ طبعا هدول اختصارات احنا حكينا عنهم 1 2 3 ب ايديتابل سبان نفس الحكي هون اذا انا واقف على اف اف دي بوكس ممكن مجرد اكياس رقم 1 نقلنا لشو كنترول بوينتس فهيك اسرع بالشغل راح اخذ هاي الجهه نعمل سكيل هي على التوب اخذ هدول حددت هدول رح اعطيه سكيل كمان خلنا تيجي شو ممكن نعطيه بعدها بند على اول محور هي 90 درجة شايفين شو مطروجة معي الورقة مثلا فهي طبقت على اول محور شو ممكن نعمل كمان بند تاني على الاكس شوفوا النتيجة اللي صارت معنا ممكن اخذ السنتر حكينا على البند سنتر حكينا عن اول شيء ممكن نرجعه لورا اذا ما بدي اياه ينحنى من هون هلا انا اللي بدي اعمله هو ورقة شجر فوصلنا لهالنتيجة هاي ماشي شو ممكن نعطيه هلا رح اخذ الهيراركي افكت بيفوت اونلي وبسحبها على طرفه معلش اعملها سكيل شوي اظبط هيك تمام فرح اعطيه هلا اول شيء تولز الري تمام بريفيو رح نعمل خمس نسخ هدول على فكره كثير ممكن نعمل منهم زخارف مثلا شايفين النتيجه احلاها كنترول زد هلا انا ما هذا بدي اعمله بس ممكن احنا نعمل خمسه بريفيو هي اعطانا خمس نسخ ماشي كان بدي اياهم يتداخلوا مع بعض ما في مشكله رح رد ناخذ هاي شو بعطي بعدها تولز الري رح اقول له بريفيو ورح ارفع هون على الموب والزد شفنا النتيجه بعدها روتيت تمام بعدها سكيل فبالنتيجة بيطلع معي الشكل هذا شو رأيكم؟ فهي ممكن استعمالات الأريب بس هي عادة يعني الشغلات اللي بنستعملها هو غالبا بال يعني مثل ما قلت موضوع الزخارف الشغلة اللي عملتها أول شيء وهلا رح نحكي على مجموعة منها ممكن تتخرج وتنعمل بأساليب ثانية هلا في شغلة هون طالعين منتظمات إذا بدنا إياهم ما يطلعوا منتظمات بنرجع الأري وبدخل له قيمة الروتيت كتير كبيرة مثلا ما أنا صحيحة فهيك بتوزع معي توزيع عشوائي هيك بيبقى أحلى بين الورق تمام هيك هاي هي الأري معناتها وهاي الكومباوند أوبجكت هلا معلوماتنا اللي أخذناها هون نقدر نطبق تمرين كتير مهم هو عمل القباب بال 3 دي ماكس في أسئلة لهون؟